وأنت بخير. إنه الملك سلمان حبيب الفلسطينيين والعرب والمسلمين والإنسانية بمآثره الدائمة، يخص فلسطين بتلك المكرمة التي تحتضن أسر الشهداء والجرحى بذاك السمو والكبر، واستمرارا لذاك العطاء والاحتضان الدائم لفلسطين قضية وشعب. مواقف الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي النبيل الكريم مواقف خالدة نبيلة، بلسم لجراحنا. وكما يؤكد السيد الرئيس محمود عباس بتلك المواقف الصادقة الصلبة لإسناد فلسطين وشعبها، وفي مواجهة هذا الإجرام وهذه الهستيريا الذي تمارسها دولة الاحتلال بدعم كامل من الإدارات الأمريكية المتعاقبة وكل أدوات القتل والدمار والإفناء، إنها حرب الإبادة الجماعية.